السلام عليكم البنات، هذا العرش العريض رانا ديجا خدمه معاكم في القناة ديالي. غتلقاو الفيديو ديالو استافدوا منه، وهاد الوريقات حتى هما خدمهم معاكم بطريقة اخرى. دابا هاد الطريقة طريقة جديدة، تبعوا معايا حتى الاخر باش تستافدوا. نثبت الخيط في الثوب، حيت موسلين ما خصوش الخيط يبقى، نعاود نثبتو بحال هكا، نضرب فيه في الخيط في العقدانيت. سمحوا لي، هانتوما دابا ندير الاحمر. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هاد العقيق شوية صغير، كيبقى صعوبة باش ندخل. تقولوا لي علاش دخلت ثمانية بزاف، أنا غنوريكم كيفاش الطريقة علاش دخلت ثمانية. ثمانية ياك، جوج، ربعة، ثلاثة، هنا ناقص واحدة وقيلة، نزيدها حتى هي. ثم البنات كنجي بحال هكا، كنحط، تبعوا معايا البنات، كنحط الخيط ديالي بحال هكا فين وقف ليا. شفت بحال هكا وقف ليا هنا، كندخل الإبرة بحال هكا. هانتوما البنات، نعاود معاكم. اوكي، ها ملي وقف ليا هنايا كنجي كنحسب واحد، هاد العقيقة اللولة جيست حداها غنخرج هنا. نتمنى يكون كيبان ليكم هانتوما العقيقة اللولة، غنخرج من هنا هانتوما. اوكي، شحال درت؟ درت 8. شنو النص ديال 8 هو 4. غنهز 4 د العقيقات، 1، 2، 3، 4. في الموقف اللي هاد 4 هانتوما البنات كنسرف. ها نعاود معاكم، طلعت ب 8، غنهبط بربعة حيت النص ديال 8 هو 4. نجبد الخيط بحال هكذا هانتوما، هانتوما في الموقف اللي هاد 4 غادي نخرج الخيط. هانا خرجته، اوكي، هانتوما غنحسب 1، 2، 3، هادي هي الرابعة. هاد الرابعة غنفوتها بوحدة ونخرج هنا، فهمتوا؟ الا بديت من هنا نحسب الاولى، نفوت الاولى ونخرج. بديت من هنا نحسب 1 2 3، ما بين الثالثه والرابعه نخرج هنا. اوكي، هانتوما كنحاول يكون الشرح ديالي بسيط وسهل. 1 2 3 4، هذا العقيق رقيق بزاف. هانتوما 4، غنجبد الخيط ديالي فين موقف لي الخيط، غندخل. اوكي، هانتوما انا غادا معاكم بواحد واحد ثاني. رجع كيف قلت لكم، انا هنا عقيقة الاولى نفوتها ونخرج هنا. هانتوما صافي، نعاود ندخل ثاني. 1 2 3 4، اوكي البنات هانتوما ندير هكا تاني في الموقف ديال الخيط ديالي، غنخرج. ها كتجي دابا واحد المرحلة مهمة من بعد، واحد المرحلة مهمة دابا البنات، حيت دابا ملي كنت دخلت 8 د العقيقات، هاد الخيط كيفاش بقى؟
غادي يبقى مدليه. نتوما هذا راه عيب، ما خصوش يبقى بحال هكا. شنو غندير؟ غنجي غنحسب واحد جوج عقيقات من هاد هما جوج، غنمشي من التحت حيت الخيط عندي لتحت. هانتوما باقي الخيط لتحت، غنحسب واحد جوج وندخل. صافي درت واحد جوج وخرجت. ركزوا معايا البنات، هاد المرحلة مهمة. واحد جوج، غادي شحال بقاو ليا هنا؟ واحد جوج بقاو ليا ستة. غادي نحسب واحد جوج ثلاثة، غادي ندخل هنايا واحد الأولى الثانية الثالثة ونخرجها. اوكي هانتو صافي، ونخرجها من هنا. هانتوما انا غادي نعمل لكم واحد، خرجتها من هنا. غنجي ها هي الخيط عندي اللور، ياك غنحسب العقيقة الأولى بحال اللي طلعت هنايا. غادي نمشي من هنا العقيقة الأولى هنايا، هذا وحدها. الو غادي نخرج الخيط منها. هانتوما ما بين العقيقة الأولى والعقيقة اللي قدامها، فهمتوا دابا؟ يلا نعاود نعمر باش ما طلعت بثمانية، كنهبط بالربعة. الربعة هي النص ديال ثمانية، تفاهمنا؟ يلا تبعوا معايا وغادي تفهموا مزيان. واللي ما فهمتش شي حاجة تخلي ليا في الكومونتير شي سؤال، مرحبا بالتساؤلات ديالكم. هانتوما أربعة في الموقف ديال الخيط، غنخرج. اوكي هانتوما نعاود ندخل قبل الأخيرة. هانتوما نعاود ندخل تاني ربعة اخرين، واحد جوج ثلاثة أربعة في الموقف ديال الخيط غنخرج. شفتو؟ صافي اوكي. نفس الطريقة تاني كنخرج ما قبل الأخيرة. نعاود ندخل ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. هاد العقيقة البنات رقيق بزاف، ولا انا خصني نبدل الإبرة ناخد رقيقة مرة. هانتوما البنات صافي، شوف كيفاش جات غزالة. هانتوما جات غزالة بزاف كاع، زوينة. غندور تبعو معايا، نحزم الخيط. هانتوما كنجي للعقدة، العقدة اللي كنت عقدت باش ما تحلش ليا. هانتوما تبعو معايا مزيان، كنجي لهاد العقدة كندخل فيها ولا غنجمعها؟ خصني نطمرها حيت هدا موسلين، كنطمرها عاد كنطلع الفوق ما نجيش في. صافي البنات هانتوما الوردة هي هادي، غزالة. هانتوما زوينة بزاف وطريقة مغايرة على اللي موالفة كندير معاكم. دابا غنحزم. كيف قلت لكم قبيلة رانا تبت الخيط مع العقدة، ها هو تبت. وغنجي هنا حيت هذا موسلين كيبين كيبين، ما خصنيش العقدة تبان ليا مع التوب. هانتوما البنات غنجي هنا دير بحال هكا، بحال عندها نطمر في الخيط باش الخدمة ديالك تجي نقية. هانتوما إلا لاحظتو معايا راه كنهز مع التوب. هانتوما شوف كناخد شوية من التوب، ها شوية من التوب بحال هكا، تا كتبقى ليا واحد هكا صغيرة. هانتوما ندير لها هكا وندخل هنا. هانتوما شتو؟ ونطمر الخيط بحال هكا ونقطع، وهكذا كنكون كملت الوردة ديالي، الوريقة ديالي بليطو. سمحولي الوريقة ديالي كيف ما درت هادي، كيف ما درت هادي. وغنكمل باش ما نطولش معاكم، غنمشي ب درت الدوغي حمر ملاكي خضر ملاكي الدوغي ونا غادا حتى نكمل. وملي نكمل عندي ليكم استعراض ديال ليمونج كيفاش جاو غزالين. هانتوما حتى على هنا رانا خدمت العرش عريض، ها هو
هنا وجدت العرش عريض قوي ديال الوريقات. انتما كتشوفوا التراساج ديالو، ملي نكملهم راه نوريكم لي مونش كيفاش طلعوا، كيفاش جاو غزالين. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم، وكنتمنى تطبقوه. واللي عنده شي سؤال بحال اللي كنقول لكم ديما، مرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا بلي كومونتير. وبغيت نشكر الناس اللي كيخليو ليا كومونتير زوين وكيشكروني، حتى انا كنشكركم بزاف. مرحبا بكم، مرحبا باي واحد بغى ينضم للقناه. وما تنساونيش بالاعجاب ديالكم واللايك وتابوناو. ديما عندي الجديد ان شاء الله، ديما تلقاو عندي الجديد في التنبات ان شاء الله. ومرحبا بكم، وفرجه ممتعه البنات.